عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو هذه، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم اللي كيجيوني عليه بزاف ديال التساؤلات، سواء الناس القرب والناس البعاد. هاد الايامات حيت الدار عندي مرونه، الوغ نديروا الفيديو هاد ديال الاستفاده ان شاء الله. وفي الويكاند راه غنديروا فلوقات اننا كنخرجوا وبزاف د الحوايج حيت الدار مقربله. وبزاف ديال البنات، بزاف ديال البنات كيسولوني كيقولوا لي اختي رشا عافاك شي حاجه اللي تبقى معطره لينا الجسم ديالنا وما تكونش كتاثر، يعني ما كدير الحساسيه لا والو، وتكون ريحتها كتبقى منين نديروها مور الدوش ولا ما نكونوش محتاجين كاع نديرو بارفان. الوغ انا غنشارك معكم لاستيس اللي كندير انا. انايا عندي هاد الغرف هذا، فراسكم كيجيو عندي البنات واو زوينه ريحتك عافاك عطينا، كنصدق كنصدق تنعطيهم من اللي كنصايب انايا. الوغ هادي غنصايبها معكم اليوم، غنشارك معكم بزاف ديال الطرق اللي كنمنعو بهم ظهور رائحه العرق، اولا اللي يعني الطرق العاديه اللي كيستعملو الناس كاملين. هكا يا ليستيك بجميع الانواع ديالهم، كاينين لي ديودورون انا عندي على الجد راهم غير محطوطين ما كنديرهمش حيت ديجا داروا لي واحد المشكل. الوغ مؤخرا التجأت لواحد الطرق اللي هي هادو اللي كيبيضوا منطقه الابطين وفي نفس الوقت كيمنعوا ظهور رائحه العرق وكيعالجوا المشكل من الاساس. كيف ما قلت لكم حنا خصنا نعالجوا المشكل من الاساس، ماشي غنجي وغندير مثلا فراسكم زعما شعلت بعدا رينغ لايت، غندير مثلا واحد ستيك ولا واحد ديودورون على واحد الجسم اللي هو ما نقيش ولا لا، يعني اون فوا مور دوش كنعالج المشكل. وبالنسبه للناس اللي عندهم سويدات في منطقه الابطين الله يخليكم ما تبقاوش ديروا لي ستيك ولي ديودورون لان غتزيدوا المشكل، يا اما غتستعملوا مسك الطهاره والشبه يا اما غتستعملوا هذه الوصفه اللي غنعطيكم اليوم، حيت لي ستيك ولي ديودورون كاملين فيهم واحد لي برودوي شيميك اللي كيزيدوا في الاسمرار ديال هذيك المنطقه اولا في السويدات ديال هذيك المنطقه. اذا نتفاداوهم الله يخليكم وغندوزو للحلول الاخرى اللي غنهضروا عليها دابا. كيف ما قلت لكم بحال بالنسبه لهاد لا كريم هادي راه معالجه كتبيض هذيك المنطقه ديال الابطين، هادي عندنا في لاغام ديال فيتامين سي حتى هي. وبالنسبه لهاد لا كريم هادي حتى هي تقدروا تقلبوا عليهم عند اي مول ماكياج قريب ليكم وتاخذوهم وتستعملوهم. هادو جوج ديال لي كريم لي زوينين كيعالجوا هذيك الكحوليه اللي كتكون في منطقه الابطين، وكيعالجوا رائحه العرق من بعد الدوش كيدارو ديريكتومون، غير هما كيبغيو المداومه. الوغ غديرها مره في الصباح ومره في العشيه. هادو من جهه، هادو هضرنا عليهم. بالنسبه لهاد لي ستيك هادو اللي كيكونوا هكا عاديين اللي منهم عادات ديال الماركات ولي ديودورون اللي كيترشوا، هادو كان بالنسبه ليا كانت جاتني واحد الحساسيه من وراهم وحبستهم. الوغ خاصني شي حل اللي نقلب عليه راسي. ديجا درت كيف ما قلت لكم مسك الطهاره ومعاه الشبه مطحونه، ولكن الظروف عاوتاني ما عجبونيش انهم كيخليو مثلا الا كنتي لابسه شي حاجه كحله حتى كدير ليك هكا كتبان واحد اللون اللي هو باهت، يعني كيبهتو الثوب اولا اي حاجه لبستيها في الكحل ولا في الزرق مغلوق ولا اي لون مغلوق كيعطي واحد اللون شويه خايب بالنسبه لهذيك الحاجه اللي لابس. الوغ لقيت واحد الحل، حل وسط وزوين وما كدرش غير منطقه الابطين، كدير الجسم كله، يعني تقدروا تدهنوا بها عنقكم يديكم الجسم ديالكم كله باش كتخلي واحد الريحه زوينه، لدرجه انكم ملي غتحيدوا حوايجكم تحطوهم غتبقاو تشموا في الحوايج هذيك الريحه. غادي نصاوبوها اليوم، انا باقي عندي هاد شويه كيف ما كتشوفوا الوصالات اللي كندير في هاد الوصفه هادي، واللي حمقات بزاف البنات والله العظيم الا بتجربه بزاف ديال البنات كيشمو ريحتي ولا كنكونوا جالسين هكايا ولا شنو البارفان اللي كتستعملي. انا بصح كندير لي بارفان ولكن لي بارفان ما كنديرهمش على الحمي، كنديرهم غير على البيسات اللي كنلبس اولا كنثبت البارفان هنايا بشويه ديال فازلين وكرش ولا هنايا بشويه ديال فازلين وكرش. هذا موضوع واحد اخر ما نهربوش على الموضوع ديالنا، دابا نكملوا الموضوع ديال هاد لاستيس هادي اللي زوينه زوينه وخاصها تكون عند اي بنت في الدار. بيان سور اي بنت واخا ما يكونش عندهم بيبي في الدار كتكون عندنا زيت جونسون، لما كانتش كتكون عندك كديره ما تعتبريش راسك اختي اونتشا، ما تعتبريش راسك اونتشا، انتي ماشي اونتشا.
الوغ كتكون عندنا زيت جونسون اولا اي زيت خاص بالاطفال، تقدروا ديروا دلاع، تقدروا ديروا الاخرى شنو سميتها ديك بيبي ما عرف شنو. المهم اي زيت خاص بالاطفال اختاروا البارفان الريحه ديال الزيت اللي كتعجبكم. انا كندير بعض المرات هاد الغوز هادي حيت ديجا كتكون عندي بزاف على حساب سيليا، اولا كندير الموفيا ديالها وحتى الخضره ديالها زوينه. اوكي دابا فهمنا على الزيت كيستعمل في بزاف الحوايج. الحاجه الضروريه ثاني في هذه الوصفه هذه اللي هي الطلق ديال الدري صغار بلا ما تشوفوا لا مارك، لان تقدروا تاخذوا اي ماركه عندكم، اي ماركه على قدر المستطاع، يعني كل واحد وشنو كيشري وكل واحد شنو كيفضل. اي ماركه عندكم ديال الطلق ديال الدري صغار اولا البوبو اولا البودر، كل واحد شنو تيقول ليه البودر الخاص بالاطفال. هادو جوج ديال الحوايج. ندوزو للحاجه الثالثه. الحاجه الثالثه نتوما كتختاروا، انا كنفضل انهم يكونوا حيت هي خاصة تكون بارفان، الوغ تكون واحد البارفان اللي هو مميز بالنسبة لكم أولا المفضل بالنسبة لكم إذا صح القول، الوغ تختاروا البارفان. أنا كنفضل أنه كنختار لي بارفان اللي كيكونوا خاصين أصلا بلوكوغ، الوغ كيكونوا ديال الجسم من الأصل هومايا. تقدروا تختاروا لي بارفان عاديين بحال هكا بلاك أوبيوم، تقدروا تختاروا أي بارفان بحال هكا لايف، أي بارفان أي بارفان، ولكن غير بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه ديال الجلد من الكول اولا من هاد لي بارفان هادو ما خصهمش يديروهم على الجلده ديالهم ديريكتومون، يعني يتفاداوهم. الوغ انا كنختار هادو، كتعجبني هادي كناخذ هادو وكناخذ منهم ديال البلو بيري ديال ستروبيري، وكتكون هادي ديال كوكو كتكون ديال الفاني حتى هي زوينه. انا دابا غنختار هادي هي اللي غندير. كيف ما قلت لكم الاحسن يكونوا هادوك لي سبراي ديال الجسم اللي كيداروا ديجا على اللحم باش ما تخافوا منهم حتى شي الحساسيه ولا اي حاجه. هذا هو الغرف ديالي، كنخلو الغرف اللي كيتسد بحال هكا، تقدروا ديروا في اي قراعه عندكم اللي كتكون كتسد ما كتحلش بسهوله. الوغ غادي ندير الزيت، غندير هنا الزيت ديال الاطفال تقريبا. شوفوا عينيكم ميزانكم واحد المقدار تقريبا ديال هنايا. دابا عندي واحد المقدار ديال 4 كاس تقريبا، انا عيني ميزاني حيت مولفه كنصايب هاد الوصفه من شحال هادي كما قلت لكم، وكنت كنديرها غير لوكور ديالي، وكتبقى الريحه تبارك الله فاش كنلبس شي بيجامه ولا شي حاجه كتبقى الريحه غزاله. عادي تيقول لي شنو بخفه اللي كديري. المهم ولا حتى هو كيتعاند معايا وكياخذ منها، كيلقى بعض المرات هاد الغرف محطوط هنايا كيبقى ياخذ منها كيديرها هنايا كيف ما قلت لكم البوربو اولا البودر ديال الدري الصغار. فرسكم انا كيحمقني دوك لي برودوي ديال الدري الصغار. غنديروا القياس اللي ما تجيش الوصفه خاطره وما تجيش عاوتاني هكا جاريه بزاف بحال هكا. ودابا غادي نخلطوهم، ما عرفتش حطيت واحد لاخير ديال لي ماسك، لقيت واحد الرجل ديال ودن زعما ديال النظاظر حيت سيليا كاع عرسات ليا النظاظر اللي عندي هنايا. غنخلط اصلا باقا ريحه البارفان اللي كنت انا مصايبه بها، كنت مصايبه بالبارفان ديال تروفي ديال الولاد، هي اللي كنت دايره كيحمقوني لي بارفان ديال الولاد بلا ما تضحك عليا شي زعطوطه. هنا غنبقى شوفوها نتوما كتكون القوام ديالها بحال هكا. هنا غنبقى نزيد البارفان اللي بغيت، الله على الريحه غنقرش، نحاول نرش على الجنب ديال الكاس باش هبط البارفان ما تمشيش في الهواء، وغنخلط وغنقرش ونخلط بحال هكا حتى كنحصل على يعني العجين يكون الخليط يكون في الشكل اللي انا بغيت في القوام اللي بغيت. راه تقدروا ديروا بزاف، انا درت غير شويه باش نشارك معكم، مازال غنصاوب حيت انا كنعمر هاد الغرف هذا كله كيبقى لي راه ما كتخسرش. هاد البنات كنديرها غير في الكوافوز هنايا في المجوره ديال الكوافوز، ما كنديرها لا في الثلاجه لا والو، ما كتخسر ما كيوقع فيها حتى شي حاجه، وراه كيشربها الجسم وما كتعطيش لون خايب ولا شي حاجه، كدير منطقه الابطين كدير الجسم كله كيف ما قلت لكم. غنبقى نزيد البارفان بحال هكا، كندير ديك وغنبقى نخلط حتى غنحصل على القوام اللي بغيت. هانتوما شوف كتجي بحال هكا، شوف راه تقدروا تصايبوا بزاف د الحوايج غير في الدار وكيزقوا حسن من ديال المشره.
الله على ربيعه كتكال كتكال شي حاجه كتكال زوينه بنينه اختي، وفي نفس الوقت كتخلي الجسم رطب. راكم عارفين بالنسبه للطالك والزيت ديال لي بيبي راه ماشي غير غتخلي الجسم رطب، كتكال قلت لكم كتكال سورتو بالنسبه للعرايس واللي مقبلين على الزواج. اي بنت اي بنت بغات تهلا في راسها اختي تهلاي في راسك راسك بلا ما يكون عندك معاه، تهلاي في راسك تهلاي في راسك راسك بعدا. الله كتعطي واحد الملمس بعدا رطب الرطوبيه في راسكم. اول مره نشارك معكم هذا السر هذا، كتعطي واحد الملمس رطب واحد على رويحه. كتكال اختي. المهم هذه هي كتعجبني هاد الريحه هادي، هذه هي لاستيس اولا هذه هي السر في الريحه الزوينه. والله الا ديفوا كنحيد غير جلابتي كنمشي عند الناس ولا شي حاجه كنحيد غير جلابتي ولا شي جاكيت ولا شي حاجه لابساها هكايا، فاش كنحطها كيقولوا لي الله دايره لها شي بارفان زوينه. فاش كيجيو يميزو راه فيها البارفان اللي كترش هكا وفيها واحد البارفان اللي هي اللي كتكون في الحمي انايا وكتبقى عاطيه. واو اقسم بالله حتى ريحه واعره جربوها وما غتندموش. حاولوا غير تختاروا كيف ما قلت لكم شي بارفان اللي غيجي مع الجسم ديالكم مع اللحم، باش ما تحاولوا تاخذوا هاد لي سبراي هادو ديال الجسم راه فيهم بزاف ديال لي لوغو باش ما ديروا شي حساسيه ولا شي حاجه. انا بالنسبه ليا كندير غير لي بارفان العاديين كاع وما كيوقع ليا والو، كاين هذا بالنسبه للبنات اللي عندهم شي حساسيه ديال الجلد اولا اي مشكل في الجلد. هاد الشيء اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. وعارفه بزاف ديال البنات كيقلبوا على هاد لي ليستيش بحال هكا ولا هاد بحال انتم شوفوا كي كتكون هاد الحلول بحال هكا، حيت شوفوا حنا كنقلبوا على حلول على قد الجيب ويكونوا زوينين ومفيدين وما يكونش فيهم ضرر للصحه. ما بقوش نشوفوا بعيد نشوفوا غير حدانا، راه ديفوا كتكون الحاجه غير حدا عينيك اقسم بالله العلي العظيم اللي كتكون الحاجه ديفوا غير حدا عينيك وانت كتقلب على شي حاجه شي برودوي غالي شي برودوي ما عرفتك شنو، راه عمر الثمن ديال الفلوس عمرو ما كان معيار بالنسبه لان داك البرودوي واش زوين ولا خايب. دي فوا كناخذ انا نعطيكم مثال، الا بغيتو نعاود لكم تجربتي مع بشباب الحبوب في وجهي غلاض وديك داكشي خايب ما نعرف شنو، عالجتهم بوماده رخيصه وبطريقه رخيصه وبحاجه رخيصه اقسم بالله العلي العظيم ما فايتاش 20 درهم باش عالجت انا الحبوب، رغم انني في الاول مشيت عند طبيب وخسرت فلوس وما نعرف شنو. وفي ديك الوقت ما كانش عندي فلوس ما صراحه الله يعني ما كانش عندي امكانيات انني نخسر فلوس زعما بزاف وداكشي، وهكاك وتقاتلت وخسرت فلوس والو، تدرت حاجه اللي هي بسيطه وتعالجت الحمد لله. المهم بزاف د البنات قالوا لي ما بانش لينا مزيان، انايا جود جيرل كيف ما قلت لكم الحمراء اليغونس لافي بيل سويت روز نوار ايفيدونس جادور سويت روز روج ماي سكري جوا بلاك اوبوم اوليفيا سكاندال مارفي هاد لايف ديامونت سويت روز روز ايميسيون عاد دخلات يو ار مان عاد دخلات حتى هي راه ماشي جادور غير تتشبه ليها، هادو كاملين عاد دخلوا نوريكم الكريطنات ديالهم. ها هما لي مارك كاملين اللي دخلوا البنات وما هادو كاملين الكريطنات ديالهم محطوطين هنايا كلهم. هاد السلعه دخلات منهم لي باك اللي غيخرجوا ان شاء الله اليوم اللي ديجا مطلوبين. فوالا هنايا محطوطه السلعه ديال الدراري مازال ما قادين، وهنايا محطوطين شي وحدين من ديال البنات. هادشي ما كان انا وضحت لكم البنات اللي كيسولوني شنو كاين شنو كاين شنو كاين انا وضحت لكم.